مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نجدد بكم اللقاء في هذا البث المباشر هنا من قلب مدينة إنسكان، حيث بدأت عملية هدم المحلات المتبقية بالسوق القديم أو سوق الجملة القديم كما كتشوفوا معنا على المباشر، بعد أن تم إحصاء هذه المحلات وبدأت عملية الهدم كما تشاهدون معنا من خلال يعني هذا البث المباشر هنا من قلب سوق الجملة القديم بمدينة إنسكان، الذي تم إخلاؤه وتحويله إلى محاذاة سوق الحرية. اليوم كما تشوفوا معنا يتم هدم ما تبقى من الأطلال وما تبقى من هذا السوق الذي كان إلى الأمس القريب يأوي العديد من التجار، وستتم إعادة بناء هذه المنطقة وهذا المكان الفارغ من أجل أن يتحول إلى مشاريع تنموية ستضيف إضافة نوعية على مستوى مدينة إنسكان من أجل بناء مرافق ترفيهية واستثمارات مهمة بهذه المنطقة التي يتم إفراغها وهدمها بشكل كلي. اليوم بعدما انطلقت عملية الهدم على مستوى يوم أمس ولا زالت مستمرة كما كتشوفوا من خلال هدم ما تبقى من المحلات كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. هذه هي المحلات التي يتم هدمها في هذه اللحظات، وبالتالي فعملية الهدم لا زالت متواصلة. تشرف سلطات المحلات مدينة إنسكان وعملة إنسكان أي تملول كما كتشوفوا معنا هذه العملية التي تتم في هذه اللحظات، ولا زالت آلة الحفر تواصل هدم ما تبقى من المحلات بسوق الجملة القديم الذي كما قلت سيتم تحويله إلى مشاريع تنموية ومجموعة من المرافق التي ستشيد على هذا الغطاء وعلى هذا الوعاء العقاري لهذه المنطقة، التي ربما الشيء الجميل هو أن هذه المنطقة التي كانت إلى الأمس القريب نقطة سوداء بعدما تم إخلاؤها وتحويل سوق الجملة إلى مكان آخر، اليوم ستشهد تنمية وستشهد استثمارات جديدة ومشاريع تنموية ربما ستدير كما قلت إضافة نوعية وإضافة اقتصادية وتجارية على مستوى المنطقة وعلى مستوى عملة إنسكان أي تملول من خلال تشييد مجموعة من المرافق التي قيل بأنها سيتم تخصيصها لهذه المنطقة. فهنيئا لمدينة إنسكان بهذه المشاريع التنموية وبهذه المرافق التي سترى النور بهذه المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. تشوفوا يعني عمليات الهدم التي لا زالت مستمرة بهذه المنطقة منذ يوم أمس، ولا زالت آلة الحفر تواصل هدم ما تبقى من المحلات التجارية. كما قلت فهذه المنطقة ستشهد مشاريع تنموية عديدة بطبيعة الحال، والتي سيتم تشييدها بهذه المنطقة بعدما تم هدم كل هذه المحلات التجارية. واليوم بطبيعة الحال عملية الهدم لا زالت مستمرة بعملة إنسكان أي تملول، وسيتم كما قلت إنشاء مجموعة من المشاريع والاستثمارات التنموية بهذه المنطقة وهذا الوعاء العقاري.